قسمنا الموضوعات التي سنخوض فيها إن شاء الله إلى نوعين من الموضوعات، المواد الإخبارية والمواد البرامجية. تحدثنا سابقا عن بعض أشكال المواد البرامجية وعن بعض أشكال المواد الإخبارية، تحدثنا عن الخطوات العامة، مراحل الإنتاج المختلفة لكلا الطرفين سواء كانت مواد إخبارية أو مواد برامجية. الآن سنبدأ بشكل مفصل أكثر ونركز أكثر من خلال هذه المحاضرة وسلسلة المحاضرات القادمة إن شاء الله بشكل مخصص على المواد البرامجية، ثم ننتقل إلى المواد الإخبارية. الآلية تبعتنا حتكون كالتالي، إنه خلال اللقاء خلال المحاضرة نستعرض بعض الأسس المتعلقة بالتخطيط للبرنامج وأشكال البرنامج وإيش طبيعة البرامج، ثم ننتقل بعد ذلك إلى موضوع التقديم والإلقاء، ما الاعتبارات، المعايير، المواصفات، المهارات المطلوب مراعاتها في موضوع التقديم والإلقاء الإذاعي والتلفزيوني. في قواسم مشتركة، في قواسم مشتركة، لكن تعرفوا في التلفزيون تظهر الصورة، لذلك كل شيء مكشوف ومرصود أمام الكاميرا، وهذا بحتم علي أنا كمذيع أو كمقدم أنه أخذ بالي وأكون حريص بصورة أكبر بكثير من البرنامج الإذاعي. البرنامج الإذاعي ممكن إحنا نقدم برنامج إذاعي وإحنا قاعدين في البيت، مظبوط؟ استوديو صغير، سماعة، مايك. اليوم في طرق، يعني مثلا الإذاعات الديجيتال أو إذاعة الفيسبوك اللي عندنا في غزة بتم التواصل مع الآخرين في المناطق المختلفة في المحافظات المختلفة من خلال وسائل تكنولوجية. مش ما فيش داعي أنه كلنا نكون موجودين في نفس الزاوية في نفس البؤرة، لأنه هذا على الهواء. المفترض أنه فقط أضمن أنه يكون الصوت طالع على الهواء، وبعد ذلك بتم العبء أو المسؤولية بتكون ملقاة على عاتق الإذاعي. فلذلك في هناك قواسم مشتركة بدنا نستفيد منها ونشوف إيش اللي يزيد. هنحاول إن شاء الله في سلسلة المحاضرات هذه الجاية اللي بتتعلق بالمواد البرامجية إنه كل محاضرة يكون عندنا تدريب واحد فقط من طالبة على موضوع نوع من أنواع البرامج. عشان هيك أنا سألت عن إسراء على أساس إنه أركز اليوم مثلا على البرنامج على شكل من أشكال البرامج من حيث المضمون، مثلا البرامج الرياضية. تيجي طالبة تقدم لي ايش مخططها للبرنامج، وبعيد وبكرر وباكد لما نطلب برنامج من اي طالبه، طبعا انتم اللي بتقدموه المقدمه، هذا شيء اكيد، لانه ما بتستطيع تقدمي برنامج كامل. احنا ما بنحكيش عن موضوع اخباري، برنامج كامل يمتد الى 20 30 ساعه ساعتين. برامج، بعض البرامج الرياضيه تحديدا، انا كنت اتابع الليله بعض البرامج الرياضيه، يعني اشوف الاوقات وكذا، تصل الى ساعتين، تصل إلى ساعتين، لأنه بتعرفوا الاهتمام العالمي بالرياضة يتصدر أكثر من السياسي. أكثر شيء من الحاجات اللي جدا ملفتة للنظر إنه الرياضة بتستحوذ على اهتمام يعني معظم الفئات المجتمعية، طبعا الجنسين مش بس الذكر، لا الذكر والأنثى، ففي اهتمام كبير في هذا الموضوع. اللي احنا بدنا نستفيده إنه كل برنامج تحدثنا ماله له طبيعة تميزه، إله اعتبارات واجب مراعاتها، إله اعتبارات واجب مراعاتها من حيث الشكل ومن حيث المضمون. حكينا حتى بدءا بالاستوديو، مرورا بالمذيع والمقدم نفسه، انتهاءا بالجمهور أو الضيوف المشاركين معنا، إضافة إلى موضوع اللي هو كيف آلية البرنامج وقالب البرنامج اللي بده يكون معنا داخل اللي هو الحلقة الواحدة أو البرنامج الواحد. لذلك عندنا مجموعة أمور متداخلة ضروري إحنا نعرفها عشان نبدأ نشتغل بطريقة صحيحة. طبيعة المواد البرامجية، إيش يعني برنامج؟ سواء كان برنامج إذاعي أو برنامج تلفزيوني، ما مقصود بكلمة برنامج؟ أنتوا بتحضروا برامج، إيش يعني برنامج بالنسبة لكم؟ ماذا يشكل البرنامج؟ تفضل. مش ليست كلمة برمجة معناتها اي تي، لا تختلف. انا قصدي يعني انه شغلات معينة تجميع بتتجمع وبتنحط في برنامج. ماشي. هي مادة تحتوي على العديد من الموضوعات والمعلومات تفيد الجمهور، مصدر تمام. معلومات، هي مادة اعلانية بيتم عرضها باحد وسائل الاعلام سواء كانت بالسمع او بالمشاهدة. حلو.
غير هيك؟ تفضل. نقاش حواري جميل. أنتم اللي حكيتوه معظمه هو القوالب والأشكال تبعت المواد البرامجية، يعني كيف نقدم المادة البرامجية. البرنامج باختصار هو عبارة عن مساحة من الإذاعة أو من التلفزيون تفرد لموضوع واحد، لمعالجة موضوع واحد أو عدة موضوعات بأشكال مختلفة ومتباينة، حنتحدث عنها في موضوع الأشكال. برنامج يعني إحنا بنيجي برنامج رياضي، برنامج ثقافي، برنامج اجتماعي، برنامج سياسي. هذه برامج. ايش يعني برنامج؟ برنامج في مجموعة من الحوارات، في مجموعة من البرامج الداخلية، التقارير، اللقاءات، الحديث المباشر او غير المباشر، طبعا في منها مسجل وفي منها مباشر. واصعب انواع الشغل في الاعلام دائما ما هو المباشر، لانه هذا على الهواء مباشرة، يحتاج استعدادات تقنية اكبر واعلى، ويحتاج استعدادات فنية وبشرية ومهنية من المعد ومن المقدم. بده يكون عنده جاهزيته عالية جدا، وقوفه أمام الكاميرا أو أمام المذياع يعني حضوره قوي وجاهز بكل الأشكال المختلفة. إذا هذه هي طبيعة البرنامج، إنه هو عبارة عن مساحة مفتوحة بتم خلالها إما تناول موضوع واحد أو عدة موضوعات. وفي الغالب المواد البرامجية في عنا عدة أشكال إلى حنجيلها، لكن بنقدر نقسمها إلى محورين رئيسيين. إما برامج حوارية بتركز على موضوع واحد، برنامج حواري بركز على موضوع واحد، ممكن يعني أعمل فيه حوار مباشر وجه لوجه مع ضيف موجود في الاستوديو، لكن بعد ذلك أعمل مداخلات وأفتح الباب للجمهور وأخذ إحصاءات من النت، يعني أتعامل لكن كله حول موضوع واحد. النوع الثاني أو المحور الثاني، هذا المحورين بنقسم تحتهم أشكال البرامج. المحور الثاني انه يكون عندي في البرنامج الواحد عدة موضوعات. زي ايش؟ في شكل بارز من هذه الاشكال حكيته في المرة السابقة. صباح الخير. ماله هذا؟ متنوع. هذا اشبه بالمجلة، بسموه شكل من الاشكال. لا، خواطر كل حلقة موضوع واحد، أشبه بالمجلة. المجلة متنوعة، يعني ليس شرطا ممكن يكون فيها أدب، ممكن يكون فيها رياضة، ممكن يكون فيها فن، ممكن يكون فيها سينما، ممكن يكون فيها سياسة، بس مش بشكل مباشر مخدين جزء من موضوع سياسي وهكذا. فيها مظاهر مختلفة وأشكال متباينة. الآن إحنا إيش حنعمل؟ حنبدأ نشوف الخطة الإعداد البرنامج، ثم ننتقل إلى زميلتكم إذا إجت. إسراء موجودة؟ إسراء طيب، حنشوف برنامج رياضي. خليكم أنتوا تبدوا بشكل، حنشوف بس فقط المقطع الأول منه، يعني أول خمس دقائق ثلاث دقائق. تفضل. أستاذ عاملة برنامج اجتماعي ثقافي، مش رياضي. ماشي. عاملة وين؟ جاهز يعني؟ طيب ماشي كويس، يعني في عندنا مجموعة إنجازات طيبة وكويسة، حنحاول إنه نستفيد منها إذا ما جتش زميلتكم. في التدريب القادم للمحاضرة القادمة اللي حطلبه من طالبة منكم حيكون كالتالي، إنه أطلب منها الاستماع إلى برنامج، خليكم معنا بس، الاستماع إلى برنامج من البرامج، بس بشرط يكون في زخم، وتأتي لنا في المحاضرة القادمة تبعث لنا إياه طبعا على صفحة وورد في شكل مخطط من الألف إلى الياء. يعني الآن ححكي فقط، بديش أطلب منكم، لا مش هطلب منكم، هذا صعب إنه أطلب بالضبط، السيناريو رح ياخذ وقت طويل جدا، وحتراقب بكل جملة وكل كلمة إيش بده يحكيها وتكتبيها، لا بس فقط إشارة البدء. أعطتكم إياه الوقت، ترحيب المقدم لسه، ترحيب عام ممكن أو مدخل، أهلا وسهلا فيكم مع برنامجكم الأسبوعي صدى الملاعب. بقف، بنتقل إلى فاصل موسيقي وهكذا.
اللي حتحضر البرنامج هذا التدريب حيفيدنا كتير جدا، انه حعرف كيف بتركب الستركتشر تبع البرنامج من البداية الى النهاية. طب هو الان انا كمذيع او مقدم في برنامج من البرامج، لما ابدأ البرنامج بيكون عندي الخريطة كاملة واضحة؟ طبعا هذه الخريطة التفصيلية. حناخد اليوم نوعين من الخرائط، هذه الخريطة الثانية، بس دعونا نبدأ بالأولى. أول حاجة اليوم، أي واحدة منكم اجتهدت وبدت تندمج في موضوع فن الإذاعة والتلفزيون وحبت أن تتوجه إلى أي فضائية أو إذاعة لتقدم فكرة برنامج، بدنا نشتغل شغل صح، بدنا نعلمكم الشغل الصح. لما تروح إلى أي إذاعة أو فضائية ما تروحي وانت تحكي كلام شفوي، كلام الشفوي أخواتنا حيقول لك عيدي وتاني ومرة وكذا. بتقدمي مشروع متكامل، مشروع يعني صفحتين أو صفحة ونص، يجيب على كافة التساؤلات الأساسية المتعلقة بأي برنامج من البرامج بشكل مكتوب وبشكل منهجي وبشكل مرتب. هذه الخطوة هي الخطوة الأولى اللي بتتقدم بشكل منهجي وبشكل مهني لأي مؤسسة إعلامية عشان تلقى الموافقة. برنامجك ممتاز بس في بعض التعديلات الصغيرة، برنامجك ممتاز فيش أي تعديلات، انتقلي إلى بنقلك ل اللي هو قسم. طبعا في معظم الإذاعات أو التلفزيونات في هناك دائرة مختصة، دائرة البرامج أو قسم البرامج. أهم قسم في المؤسسة الإعلامية البرامج. ليش؟ حكيتها في المحاضرات الأولى. هو اللي بنتبهنا إنه أهم شغلتين أنت حكيت لنا إنه الجمهور. بالضبط 100%. الإنتاج تبع القناة أو الإذاعة كيف بيكون؟ بشكل إيش غالباً؟ بشكل برامج. يعني أنا لما أقيس أجي لإذاعة وبدي أقيس قديش هذه الإذاعة فعلا لها حضور ولها إنتاج، بطلع برامجها، ولا برامج مستوردة عبارة عن نقل، عبارة عن كوبي بيست، معناته إنه ما فيش جهد واضح، فيش لمسات، فيش بصمات واضحة. لكن باجي على مؤسسة إعلامية ضخمة زي الجزيرة، عملاقة، تنتج في كل المجالات وبتوزع وبتبيع وبتسوق برامجها، هذه معناته هي اللي بتشتغل بشكل مهني كبير جدا. إذن إنتاج البرامج هو مؤشر على مدى نجاحنا ومدى شغلنا الكبير في موضوع الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني. بتتذكروا في المحاضرات الأولى ركزنا على كلمة الإنتاج وقلنا لكم الإنتاج وليش تقال عنه أحيانا صناعة، لأنه الآن اليوم هذا صار أكبر استثمار. تسمع عن المدن الإعلامية، مدن الإنتاج الإعلامي، مدينة الإنتاج الإعلامي، هذه مدينة الإنتاج الإعلامي اللي بيتم في داخلها مثلا زي في مصر وفي في الأردن وفي في بعض الدول الخليجية، وطبعا موجودة برا في الدول كتير. هذه طبعا يعني بتحصد ملايين الملايين استثمارات العوائد تبعتها من خلال إنه هم بيتم فيها إنتاج برامج، إنتاج مسرحيات، إنتاج أفلام، إنتاج مسلسلات، إنتاج حاجات كثيرة مهيئة ومجهزة بكل الاستعدادات الفنية واللوجستية وما إلى ذلك. إذا هذا الموضوع موضوع مهم جدا، موضوع البرامج. عشان هيك بدنا نشوف في الجزء الأول من محاضرتنا المخطط المتعلق ب واضح للجميع هيك؟ واضح. الآن هذا المخطط عبارة عن صفحتين، صفحتين هذول ححملكم إياهم بي دي اف على الصفحة الشخصية اليوم إن شاء الله جاهزين، لأنهم على أساس إنه لما بعد العيد مباشرة دير بالكم حنبدأ الخطوة العملية إنه نقسم مجموعات، وأنا حزود العيار معكم شوية، حيكون كل مجموعة مطلوب منها شغلتين من الشغلة، لأنه بدنا نطبق المواد الإخبارية والمواد اللي هي البرامجية، فمطلوب انه يكون شيء اذاعي واشي تلفزيوني. طبعا التلفزيوني بدنا نتفق عن آلية، اذا بنقدر فعلا بدنا نصور ممكن نصور اشياء بسيطة جدا، انا عارف انه هذه بدها تحتاج الى وقت وجهد وما الى ذلك ونشوف. يعني امبارح كان عندنا لقاء مع احد المراكز الخارجية للتشاور في هذا الموضوع،
وانهم يعني هم يكونوا بالنسبه لنا يتعاملوا على اساس يوفروا لنا كل عمليات التنسيق مع اذاعات وشيء، حيردوا علينا ان شاء الله اول اسبوع. نشوف اذا زبطت الامر هذا بيكون ممتاز جدا، على اساس انه يتم مباشره تقسيم الطلاب والطالبات الى مجموعات، يتم توزيعهم على اذاعات او على بعض الفضائيات من اجل بدء خطوه العمل ان شاء الله. نبدا لهذا البرنامج، هذا المخطط زي ما حكيت لكم مجرد فكره. تتذكروا العمل او الانتاج كل المراحل اللي بنحكي عنها تبدا من الفكره الى الشاشه او الى المستمع اذا كانت اذاعه، هاي الفكره. هنا نجسد الفكره لكن نجسدها بشكل منهجي. بحكي لكم كمان مره، ما تروحوا على اي اذاعه او فضائيه والله انا عندي فكره برنامج رياضي، هل قدمت إشي جديد يعني أنا؟ لا، كل شيء شفوي لا يعتد فيه. بعدين أنا مثلا المسؤول مشغول أو حولك على مدير آخر برضو مشغول، سمع منك كلمتين ما استجمع منهم أي إشي، ما تذكر منهم أي إشي، راحت الفكرة. ما تكتبوا، موجود، موجود هذا النموذج، موجود عندكم. فلذلك كل شيء يجب أن يكون موجود. بعدين بيعطي انطباع يا أخواتنا، مهم جدا هذا النقطة، إنه أنت لما تشتغلي بهذه الآلية انه انت جايه وفاهمه ايش اللي بدك تشتغليه، عارفه كل كلمه حتكتبيها هان حتكوني عارفه ايش الاستحقاق اللي بترتب عليك نتيجه هذه الكلمه. خلينا نشوف مع بعض هذه المحاور. اول شيء الفكره او الموضوع، ايش هو الموضوع، ايش الفكره تبعتك. وابحثوا دائما عن الافكار المحدده بدقه، ابعدوا عن الافكار العامه، لانه الافكار العامه لا تؤدي الى اشياء جديده، تؤدي الى عمليه استنساخ لما هو قائم. الافكار العامه من وين بنجيب افكار عامه؟ منافذ الافكار كثيره، انا معطيكم بعض الجوانب تساعدكم، مش معناته الافكار من هنا فقط، لا. في عنا ابحثوا وركزوا على الاحتياجات الانسانيه المختلفه، احتياجات الناس، عن تفاصيل الحياه اليوميه. جميل، من اجمل شيء في برنامج خواطر ما هو انه بيعيش التفاصيل الدقيقه في موضوع من الموضوعات، وهذا عندنا غائب. لو احنا طرحت عليكم قبل ذلك نقطه، لو عملنا برنامج تلفزيوني عن اهالي الاسره، قديش قضيه الاسره احنا بنسمع فيها كثير، بس قديش بشدنا من الكلام اللي بنسمعه؟ قليل. ليش؟ تلقائي، متكرر، نفس النمط، نمطي رتيب، فيش في قالب درامي، فيش في قالب انساني كثير، وهكذا خلص تعودنا نسمع قضيه الاسره. لكن كيف انا موجد ممكن اوجد شيء جديد في قضيه الاسره؟ اعيش التفاصيل الحياه اليوميه لاسره واشوف اهالي الاسره كيف بيعيشوا. اليوم في واحد من التقارير نحكي عن ازمه الكهرباء، الناس لما تسمع ازمه الكهرباء خلص دريت غزه يعني ازمه كهرباء، لكن التفاصيل الدقيقة كيف احنا بنتبرمج حياتنا كلها تصبح عبارة عن جدول، كما هي عبارة عن طابور. نعم، في فيلم وثائقي اسمه جدول اعتقد. استاذ زين بس ايدك شوي عشان الكاميرا. انتشرت صورة انه ولد مجبور في شارع عشان الكهرباء عندهم بالبيت. صحيح. فهذه الصورة جميلة معبرة، هي هذه التفاصيل اللي للأسف المعظم لا ينتبه إليها، هذه التفاصيل الدقيقة اللي المعظم لا ينتبه إليها، لأنه بده فعلا واحد يتحسسها ويلتمسها ويبحث عنها ويكون زي ما تحدثت في المحاضرات السابقة فعلا يمثل نبض الشارع. ويمكن أنتو كطالبات وصحفيات إن شاء الله بتكون عندكم نواحي أكبر في تلمس مثل هذه الأمور المتعلقة باحتياجات الناس والتفاصيل الدقيقة للناس. القضايا الصراع الإنساني، القضايا اللي فيها صراع، سواء قضايا اجتماعية، قضايا القتل، قضايا الجرائم بأشكالها المختلفة، هذه كيف بتنشأ وكذا، بشكل قصة، بشكل دراما، بشكل مجلة، بأشكال جديدة. المناسبات الوطنية والدينية هذه بتكون معمول يعني جاهزة وفقاً لجدول سابق معروف عنا انه في مناسبات مختلفة. طيب الفكرة، البحث وجمع المعلومات، قدم الفكرة وعندك مجموعة من المعلومات حول الفكرة، ايش الفكرة اللي انت اخترت. طبعا انت لما تقدمي للقناة تكتبيش هذا الكلام، هذا الكلام توجيهات لك،
تمام، عشان تكون واضحة. يعني هذا كله أنتوا اللي بتكتبوه، فقط أنا وضعت لكم بعض التوجيهات السريعة اللي ممكن تسترشدوا فيها. البحث في جمع المعلومات، أنت كتبت فكرة معينة فبدك تكتبي معلومات عنها، إنه مثلا زي الفكرة اللي طرحناها توي، قضية تأثير التيار انقطاع. أنا بدي أعمل برنامج اجتماعي، الحلقة هذه بدها تكون مثلا عن تأثير انقطاع التيار الكهربائي على التعليم لدى الأطفال. كيف بكتبوا واجبهم، كيف بدبروا حالهم، كيف بقسموا أوقاتهم، وقتش بناموا وقتش بصحوا، كل التفاصيل هذه الدقيقة، ونعيش معهم بعض اللحظات اللي بتكون فيها يعني بتصير فيها ضجر، بتصير فيها شكوى، بتصير فيها مشاكل داخل البيوت، بتعرف بتصير مشاكل كله بسبب هذه الموضوعات. اسم البرنامج، يجب أن نقترح الاسم، وعند اقتراح الاسم ضعي أكثر من اقتراح، حط أكثر من مقترح، لأنه مش شرط أنه أول واحد شفته أنا هو عجبني الاسم، ممكن يكون آخر. ودائما ابحثوا عن أسماء لا مش خيالية، إلها بريق، إلها بريق، إلها قوة في الإبراز، ما تكونش رتيبة. وابعدوا عن الأسماء المتداولة، يعني الاسم المبتذل والمستهلك اوعي تعديه، لأنه هذا معناته أنه أنت لم تفكري أو لم تحاولي البحث عن اسم جديد، حطيت وضعت أي اسم إجا معي. واسم البرنامج دائما يدلل على موضوعه. لو أنتم ما بتعرفوا بالمرة البرامج، وإجت قلت لكم صدى الملاعب، يا سلام معروف رياضي، هل يعقل أن يكون هذا مثلا ثقافي؟ استحالة. وهكذا الثقافية في بعض الكلمات بتيجي معها، الفنية في بعض الكلمات بتيجي معها، وهكذا كل جانب له كلمات تتلائم معه، تتلائم. فلذلك بدنا نحاول أنه نضع أسماء تدلل على مضمون هذا البرنامج. الجمهور المستهدف، حسألك برنامجك أنت لمين هذا موجه؟ لفئة واحدة؟ لأكثر من فئة؟ فئتين مثلا بدك تذكريهم؟ لثلاث فئات؟ لكل الفئات؟ وانتبه لملاحظة مهمة جدا حتلاقيها موجودة في باقي الجدول، ما هي؟ إذا قلنا لفئة معناته بدك تراعي في الفئة اللغة، وتراعي المساحة، وتراعي شكل البرنامج، القالب الفني تبع البرنامج كيف بده يتقدم، يعني في مجموعة اعتبارات واستحقاقات بتترتب على اختيار الفئة. المشكلة اللي بتصير إنه هذه يمكن صارت في بعض التدريبات، لما كنا نسأل بعض المشاركين أو بعض المذيعين والمقدمين، أنتوا بنقيم، كنا بنقيم مثلا في جلسة تدريبية بنقيم برنامج، بسأل أحد القائمين على هذا البرنامج، البرنامج اللي أنتوا هذا بتبثوه برنامج تلفزيوني، كان في مشكلة البرنامج، لمين موجه؟ لما طول في الإجابة عرفت إنه هو متردد، بمعنى إنه عمل البرنامج على أساس زي ما الناس بتعمل، هذا البرنامج للكل، يعني عمل هيك يعني للكل، مش حاجة للكل ماشي، بس هل فعلا أنت لبيت احتياجات مش الكل، لأنه يعني لا أستطيع أن ألبي كل الاحتياجات من خلال البرنامج، لكن هل فعلا وصلت من هذا البرنامج للكل؟ أنا بتحدث وبقول البرنامج موجه للجميع، شاهدنا البرنامج، البرنامج يركز على فئة واحدة، البرنامج يركز على فكرة واحدة، البرنامج يركز على يعني محور واحد، فأنا فقدت الباقي. طب وين الباقي؟ البرنامج المتنوع، يمكن مرة ذكرنا بعض برامج الام بي سي بتتميز فيها التنوع والحيوية والمحتوى الصغير، بمعنى برامج قصيرة متنوعة وفيها تشويق في عملية العرض، هذا هو اللي بيجذب. بتلاقي في ناحية فنية، في ناحية رياضية، في ناحية في أكثر من زاوية، هذه طبعا بتلبي احتياجات تقريبا الأسرة كلها أو معظم الأسرة، بلاقي إشي يرتبط فيه في هذا البرنامج. إذن أي كلمة إحنا بنحطها بدنا نشوف هذا، طب إيش بلبي لهم، إيش بحقق لهم، وليس شرطا أن يلبي البرنامج احتياجات الجميع. هل قلت البرنامج السياسي كل الناس بتتفرج على السياسة؟ لكن هل نلغي البرنامج ونقول مش للكل؟ لا، في فئة مهمة بدنا إياها. وفي في المجتمع في بعض البرامج بسموها البرامج النخبوية، فقط صفوة أو نخبة، يعني مثقفين ثقافة عالية أو ما إلى ذلك، خلاص هم المهتمين بالبرامج العلمية. من يشاهد البرامج العلمية؟ قليل.
لكن اليوم في شغلة حلوة جدا عملتها اللي هي ناشونال جيوغرافيك. ايش هي؟ عممت التجربة. لكن كيف عممتها؟ هل اجى واحد جلس ويتحدث بطريقة علمية امامكم؟ لا، الافلام الوثائقية، طريقة الدراما، طريقة التمثيل، طريقة العرض اختلفت تماما. اكني بتفرج على فيلم، يعني شاهدي فيلم للنمل بجذبك كيف بيعيش مملكة النمل. مملكة النمل اعتقد في فيلم، او عن النحل، او عن الحيوانات اعزكم الله، او اي شيء اخر. انت بتستغربي كيف قعدت تتفرج على هذا البرنامج. طريقة العرض، طريقة التفاصيل اليومية، عاش التفاصيل اليومية. يعني امبارح كان في مقطع فيديو منتشر على اليوتيوب برضو، لوين لبعض البط صغير موجود في بركة، كيف بطعم السمك ومتجمع عليه السمك، وما هم جايبينها من باب انه اذا كان هذول الناس اللي هم الحيوانات اعزكم الله الرزق يأتيهم فكيف بالانسان. فكانت فقرة جميلة جدا، لكن كيف بيعيشوها؟ في بعض المصورين بيعيشوا في الغابات ايام وايام وبواجهوا مخاطر حتى يصلوا الى هذه اللقطات، التفاصيل الدقيقة واليومية، عشان يشوفوا كيف بيعيشوا، كيف بتعايشوا مع بعض، وكيف بياكلوا، وكيف بيشربوا، وكيف بتعاونوا، كيف بمدوا جسر زي ما قلت لكم على النمل او النحل او غيره، وكيف بيعملوا بيجيبوا اشياء، وهكذا اشياء فعلا ممتعه جدا. ليش صارت ممتعه؟ لانه انا فكرت اذا انا قدمت البرنامج بطريقه علميه جامده سيشاهده 5%، اذا قدمت البرنامج طريقة درامية، طريقة تمثيلية، طريقة مشاهد حية، طريقة حيوية نابضة، سيشاهد البرنامج أكثر من 50%. وفعلا برامجها مشاهدة في معظم أنحاء العالم وبأكثر من لغة. زي امبارح ترك فيديو على يوتيوب السمك عم يضل برمودا بيطير. السمك الطائر، لا هذا نوع من أنواع السمك، مش بس في مثلث برمودا. موجود على مثلث برمودا بقول لك اكتشفوه. يعني صحيح، هذا اللي بتحكي عنه نوع قاتل يفترس، لكن هو في نوع من السمك اسمه السمك الطائر بيطير. طيب اللغه عشان نمشي عن الموضوع، اللغه المناسبه للموضوع للبرنامج للجمهور لازم، يعني مثلا اذا اطفال بالتاكيد طريقه الحديث معهم تختلف. اذا مثلا عاملين برنامج عن ذكرى النكبه بدنا نحكي مع لا مش مع مسؤولين، بدنا نحكي مع ناس عاشروا هذه التجربة، تمام، وعايشوها كلها. فإيش بدنا نحكي؟ كيف طريقة الحديث معهم؟ ما بنفع أتحدث باللغة العربية الفصحى مع هذول الناس، بدها تكون في آليات. يعني ممكن أستخدم لغة، ممكن أستخدم أكثر من لغة بحسب الفئة اللي أنا بتعامل معها. نيجي لشكل البرنامج أو القالبة، يعني أنا كيف أقدم البرنامج. حكينا تو لسه إنه برنامج مثلا اللي هو تبع أبو ظبي ناشونال جيوغرافيك نجح لأنه استطاع أنه يجذب الجمهور العادي لبرنامج مش عادي، برنامج علمي، برنامج ثقافي، لكن أصبح جمهور عادي بتفرج على هذا البرنامج. ليش؟ في عندي برنامج حواري، في عندي برنامج إذاعي عبارة عن تحقيق إذاعي أو تلفزيوني، في مجلة إذاعية أو تلفزيونية ممكن أعمله فيتشر، قصة إذاعية أو تلفزيونية. قالب البرنامج متعلق بنوعية الموضوع أو المعلومات والصور المتوفرة. كيف؟ يعني اليوم أنا قررت أنه أعمل برنامج شبابي يركز على إبداعات الشباب. اخترت له القالب تبعته، كتبت برنامج حواري. بزبط معنا؟ بزبط؟ في جزئية، لكن كله يكون حوار ممل. شبابي بده يكون في أكثر من قالب مستخدم داخل البرنامج. حواري موجود، بدي أستفيد من وجود النت وممكن أخذ بعض المشاركات والآراء. بدي أفتح المجال للجمهور للمداخلات. أنا بكون مرتب والمنسق تبع البرنامج بكون مرتب بعض الاتصالات مع مختصين. ممكن يكون عندي جمهور داخل القاعة نشركه معنا. في أشياء جميلة جدا ممكن تصير.
يمكن حكيت لكم بعرفش، او اذا ما حكيت لكم بحكي لكم عن تجربه في برنامج شاهدته جميل جدا، بتحدث عن موضوع المهارات ومهم جدا انكم تتفرجوا عليه في الاردن، هو بيجي في اردن بس انا شفته على اليوتيوب، اسمه ورشه عمل، برنامج ورشه عمل، بيستضيفوا فيه دكتور معن قطامي اعتقد اسمه، خبير في موضوع التنميه البشريه والاداره وما الى ذلك. هذا الدكتور بيكون هو الضيف الرئيسي، ضيف رئيسي موجود هان، في مذيعة بتكون واقفة أمامه هان هي المايسترو تبعت البرنامج، وفي مجموعة من الضيوف شباب وشابات. البرنامج قائم على إيش؟ طرح موضوع واحد، مثلا يجي على مهارة الاتصال في العمل في المؤسسة، وين بتصير وإيش هي المطلوب وإيش طبيعة المهارة والمهارات وكيف ممكن أنا أجسدها وكيف ممكن أعملها وكيف، يعني في آليات مختلفة بتحدثوا معه، بيستمعوا للجمهور وبيضيفوا فقرة جدا مهمة، إيش هي؟ دراما. في امامهم شاشه، خلونا نشوف المقطع التمثيلي هذا ونعلق عليه. بيجيبوا مقطع تمثيلي معد خصيصا للبرنامج، مش انا جايبه مستورده، لا هو معد خصيصا لهذا البرنامج. يعرض المقطع لا يتعدى 5 دقائق، ثم يبدا نقاش حول هذا المقطع وينتقل الى محور اخر. ممكن اقعد ساعه اشاهد او اتابع هذا البرنامج بدون ملل ولا اشعر بالساعه، لكن برنامج حواري متواصل، حوار حوار حوار، ممل جدا. فلذلك اليوم بدنا نجيد اختيار القالب اللي بتلائم. شوفوا كل شيء بتكتبوه بدكم تكونوا مسؤوليه عنه. لما تكتبيه الاجتماع بدك تراعي يعني اجتماع رياضي، رياضي بينفع اعمل برنامج رياضي يكون جامد وواحد بيتحدث؟ لا. بس لا. انا لو بدي اعمل برنامج مثلا انه بيشمل مثلا ثقافه طب، لا هذا مجله، هذا يعني فقرات متنوعة، هذا زي المجلة، يشبه المجلة. هذا طبعا بكلف جهد ووقت وتصوير، ويعني بيكون يعني في منه نماذج قائمة، ولكن بده يكون في تكلفة الإنتاج تبعته أعلى، تكلفة الإنتاج تبعته بتكون أعلى، لأنه مش بدي أعتمد فقط أنه أنا أجيب ضيف وأحكي معه في كل شيء، بدك أكثر من ضيف، بدك تصوير ميداني، تصوير ميداني، بدك تقارير ميدانية تكون معدة وجاهزة عن هذا الموضوع، بدك مداخلات، أكثر من آلية بيطلع رائع جدا، وبتتفرج عليه لن تشعر بالوقت لأنه مجزأ مقسم، ولكن يحتاج إلى جهد أكبر في عملية وتكلفة أكثر في عملية الإنتاج. إذا ما عادش بدي أعمل برنامج يعني لازم أنا أكون عارفة سياسة طبعا اللي بدي أنا أكيد أكيد. يعني الآن أنت رايحة على مؤسسة، لازم كوني عارفة ما السياسة الإعلامية التي تتبناها هذا المؤسسة، لأنه هذه السياسة تؤثر على نوعية البرنامج، الشخصيات، المضمون. فأنت افترضي مش عارفاها يعني لا تعرف لديك أدنى معلومات عن السياسة وقدمتي وهو طلع بتعارض معهم، بقول لك شكرا جزيلا فكرتك رائعة بس خليها بعدين، فأنت بتكوني يعني أفشلتي الموضوع من البداية. مدة البرنامج الزمنية، ولما نكتب المدة يا أخوات لازم نكون عارفين كيف نقسمها ونستثمرها، خاصة في التلفزيوني كله محسوب بالثانية. فالمدة هذه لما تقولي لي ساعة نص ساعة، عدك لما تحط المحاور فقرات حاطة حشد من 20 فقرة ولا محور في نص ساعة. طب كيف بدهم يعرضوا هدول وعنا احنا قلنا عنا مرفقات كثيرة بدها تكون داخل البرنامج. وقت بث البرنامج حتى لازم يكون لنا رؤية وقت بث، ليش؟ يتلائم مع الفئة، الجمهور، برنامج أطفال، برنامج شبابي، برنامج المرأة، برنامج المنوعات، برنامج الحواري، في وقت الذروة هذه اللي بتكون فيها البرامج على أشدها. بتعرف وقت الذروة؟ الأوقات المناسبة. الأوقات مناسبة لإيش؟ الأطفال مثلا يعني الصغر بدهم، لا هذه الأوقات الملائمة للفئات، لكن وقت الذروة هو أكثر كثافة مشاهدة في عملية المشاهدة أو الاستماع، وتختلف دير بالكم من مجتمع إلى آخر، يعني أكثر وقت نجتمع فيه في البيت لمشاهدة التلفزيون وقت الذروة. هذا يختلف، قد يختلف من دولة إلى أخرى، من ثقافة إلى أخرى. مثلا إحنا مجتمعنا اليوم عندنا مشكلة كهرباء، واليوم توقيت شتوي، فوقت الذروة بيكون مبكر، يعني ممكن خلينا نقول من الساعة 6 للساعة 9، لأنه الساعة 10 بتقطع الفترة الثانية، فما حد بضل إلا القليل جدا. أنا بحكي الذروة يعني المعظم بيكون متواجد، وفي مدارس وفي جامعات وفي شغل،
لكن مثلا مجتمع زي المجتمع المصري مشهور عنه انه هو بيسهر، فلذلك ممكن وقت الذروه يكون عنده من الساعه 8 للساعه 12 يمتد، وهكذا يختلف من مجتمع الى اخر بحسب العادات والثقافه الموجوده. مين الشخصيات المصادر عشان نمشي شويه في الموضوع؟ المصادر، مين الشخصيات اللي احنا بدنا نستضيفها ومعايير الاختيار، ومين ايش المعلومات الاخرى اللي بدنا نجيبها للموضوع ندعمها. في عنا مصدرين، مصادر شخصيه ومصادر مكتبيه او وثائقيه. في معلومات اخرى حنجيبها عن الموضوع، حيكون امامنا شاشه الكمبيوتر، بنكون مجهزين طبعا المواقع اللي بدنا ناخذ منها المعلومات، لانه مش معقوله لسه نقعد نبحث. اذا في استطلاع راي زي ما احيانا تعمل بعض البرامج، بيعطيني نتيجه استطلاع الراي، بخلوا شخصيه تعقب على النتيجه، طب ايش المؤشرات تبعت النتيجه، كيف ممكن نطورها، كيف ممكن نعالجها، وما الى ذلك، وبنتقلوا الى فقره اخرى. ما هي المؤثرات الصوتيه اللازمه اللي بدنا نستخدمها؟ عرفنا في المحاضرات السابقه في عندنا نوعين من المؤثرات، طبيعيه حيه، وشفنا بعض التقارير كانت اكثر ما يعيبها هو انها تفتقد الى الأصوات الحية اللي بتبعث على الحيوية. كيف أنا مثلا تصوروا أنت جايبة في تقرير ضمن البرنامج، تقرير عن شيء معين، عن خلينا أقول صناعة الفخار، منيح، تقرير عادي ما لهش علاقة بالسياسة، هذا التقرير عن اللي هي الصناعات الحرفية أو التراثية القديمة، وبتحدث وبحكي وبسرد أنا كمذيع أو مقدم، وجايب الصورة تبعت اللي هو الراجل الكبير اللي بيصنع في الفخار، وبتعرفه بتشكلها بتلفه وبحط الفخار وبيبدأ يشكله بإيده وما إلى ذلك، بدون صوت حي، بدون صوت المكان، بدون صوت الطبيعي، صوت الرجل، صوت فش حيوي، تأثير أقل. لكن لما أعيش اللحظات البسيطة هذه، التفاصيل الدقيقة، احرصوا على أنكم تعيشوها، ومهمة جدا طبعا نعيش عشان ننقلها، مش نعيش عشان إحنا بس نتفرج عليها. وفي عند المؤثرات الصناعية حكينا عنها أيضا سابقا، في الموسيقى اللازمة اللي بدي أستخدمها في الإذاعة أكثر، ليش؟ في الصورة، في الصورة، عشان هيك منفعش أطول كتير. الصورة ممكن أنا أصمد أمامها فترة أطول في المشاهدة، لكن الصوت لا، الأذن حساسة جدا. إذا أكثر من مثلا المقدمة، لما أنا أجي أعمل تقديم وأطول في التقديم، إياك، وإحنا قلنا من الأخطاء العامة لأنه كان لسه عملية تدريب أولي، أنه أنتوا لسه مش فرقين كثير بين الكتابة للمطبوع والكتابة للمسموع. كتابة للمسموع أنا بكتب لأخاطب أذن، مش واحد يقرأ، فلذلك ما مسموح إلي أنه أنا أطيل المدة اللي بخاطب فيها الأذن. الموسيقى بأشكال مختلفة، البداية أو النهاية اللي تختتم فيها البرنامج وغالبا بتكون واحدة زي المسلسلات، نفس الموسيقى، لأنه بتعطي بصمة للبرنامج، بصير فيها معروف البرنامج، هذه بنسميها موسيقى التتر. وبعدين في موسيقى داخلية بسموها موسيقى الرب. هذه الموسيقى الداخلية، يعني البرنامج عندنا مقسم إلى فقرات، بين الفقرات بيكون موسيقى غير المؤثرات الأخرى. هذه الموسيقى أحيانا قد تكون نفس الموسيقى هي تتكرر، واحيانا يجوز ان تختلف، انه مثلا استخدمنا في الجزء الاول بالبرنامج موسيقى داخل البرنامج اللي هي هذا الربط للربط الداخليه، وفي الجزء الثاني ممكن استخدم نوع اخر من الموسيقى، موسيقى ثانيه، حسب وليش انا استخدمتها وما هي معايير هذا الاستخدام. بعد هيك كتابه النص الاذاعي والتلفزيوني، طبعا هذا ممكن يكون يتاجل شويه لانه اذا تم الموافقه عليه فبيبدا عمليه التنفيذ مباشره، اللي هو نكتب، وهذا حناخذ ايضا عنه اللي هو السكريبت، يجسد كل الجهود اللي احنا بنحكيها بدها تنحط في شكل فني معين اللي هو عباره عن سكريبت، زي ما فرجيتكم شكل مبسط، اخذنا شكل صغير الصوره النص الشخص يظهر بثياب تراثية وهو يلوح بالعلم، بكتب بالتفصيل النص ايش بده يحكي او ايش بده، اذا انا بدي اسقط صوت تعليق بنسميه او ناريشن، إذا هو بدش يحكي بس مجرد ظهر بالثوب التراثي في الاحتفالات والمهرجانات
وانا اللي بدي احكي، او واحد ثاني بده بنص، فايش بده يكون النص؟ في بضيفه طبعا اشياء اخرى، هل في موسيقى؟ هل في موسيقى مرافقه؟ فيش موسيقى. المده الزمنيه قديش؟ هذه كلها قديش؟ 20 ثانيه الظهور، 10 ثواني، 5 ثواني، بده يكون كل الكلام واضح. لا مش لحاله، لا طبعا في كاتب سيناريو. انتوا اذا بتشوفوا كاتب، بس خاصه في موضوع البرامج انت احيانا ايش بيكتبوا؟ هلقيتها حنشوفها، خليها للان للفريق العمل، فريق العمل. المهم هذا شكل من الاشكال اللي ممكن في بحطوا نوع اللقطه، كلوز اب، زوم، لقطه جانبيه، لقطه مكبره، في لقطه مكبره بتجيب الراس من هان لهان، في لقطه مكبره اكثر بتجيب حتى بنزل، يعني بيجوز انه يقطع شوي من راسه ويركزوا على، وهكذا في انواع لقطات مختلفه. ليش انا بدي اجيب هذه اللقطه؟ فبحط كمان نوع اللقطه عشان هذه تكون بتنعطي للمصور، بتنعطي للي هو المعد او المقدم. فهذا نوع من انواع المخططات اللي بيتم استخدامها داخل البرامج. بدنا نراعي البدايه، بدنا نراعي وحده البرنامج المتكامله، اختيار الكلمات المناسبه للنص، التنوع والحيويه، ما تكونش جامد، يكون في نوع حيوية، فيها أكشن، في ربط، في جذب، في تشويق، في الكلمات، في طبعا مرافقة إلى الحركات، لأنه بتعرف في التلفزيون لغة الجسد تظهر، أما في الراديو لغة الجسد تظهر فقط من خلال نبرات الصوت، نحن لا نشاهد، يمكن أنت قاعدة على الكرسي، يمكن قاعدة على الأرض وبتبث البرنامج، أنا ما بشاهدك، بس بشاهدك من خلال نبرات صوتك، وهذا اللي فعلا بتجسد التفاعل الأكبر وبتوجد نوع من الألفة بين المذيع وبين الجمهور. الآن العمل البرنامج، فريق العمل زي ما حكى توز ميلتكو، كله هذا الشغل بيشتغله المذيع لحاله؟ طبعا لا، فريق عمل، فيش برنامج بيقوم على شخص، بفشل. لكن بدكم تدركوا أنه قد يكون المعد والمقدم واحد. إذا أنت المعدة والمقدمة بتجمع المعلومات وبتختاري معظم هذه الأشياء ثم تبدأ عملية التقديم، بتكون بالنسبة إليك أريحية أكبر لأنه أنت فاهمة شغلك من الألف إلى الياء. ففي عندنا معد، في عندنا مقدم، ممكن يكون عندنا كاتب سيناريو. أنا حطيت الأفكار الأساسية لكن لا أجيد ترتيبها بشكل سيناريو متكامل نهائي، ولا أجيد تقطيعها بالشكل اللي أنا حطيته بجدول. واحد ممكن يساعدني في الناحية هذه، وفي عندي لازم يكون مصور، وفي مخرج، وفي فن صوت وفن ديكور، هذه الأشياء كلها بتكون طبعا موجودة اوريدي في الاستوديو، يعني في أي برنامج حتكون موجودة، لكن بدها تكون مجهزة إيش احتياجاتي أنا لهذا البرنامج. إذا في أي ملاحظات أخرى ممكن أنا أكتبها احتياجات أو أشكال. تفضل. يكون معروف. نعم، الان في البرامج الكبيره 3 كاميرات بتكون، وممكن كاميرتين، الا على قد الحال بتكون كاميرا واحده، لكن لا تكفي كاميرا. ليش؟ اذا كاميرا معناته حتضلها ستريت فقط، زاويه واحده، صوره واحده، بعد واحد، لكن اكثر من كاميرا تصير عنه اللي هو عمليه المز، باخذ من الزاويه هذه بدخل على الزاويه الثانيه، بجيب يعني بجيب المقدم وبجيب الضيف وبجيب الاجواء الثانيه، هذا كيف بالكاميرات، اكثر من كاميرا، فبتكون طبعا لا فيش حاجه اسمها عشوائيه. بعدين في مخرج بيكون موجود، وكاميرا واحد، كاميرا اثنين، واللي قاعد على الجهاز المونتاج بيكون بتابع معهم، وانت بتلاحظ في سماعات بتلقوا تعليمات، كاميرا واحد تدخل الان، كاميرا اثنين تبدا، افصل عن كاميرا ثلاثه، ابدا في كاميرا واحد. انت في النهايه بس بتشوفي برنامج، لكن الجهد الداخلي المبذول جهد كبير جدا، خاصه اذا كانت المونتاج المباشر اللي هي في البرامج المباشره. المذيع لازم يكون بيعرف الاشياء بالتصوير، لازم يكون عنده فكره، ما ينفعش يكون خام ما بيعرف اي شيء، لانه بده يتعامل مع، انا في برنامج تلفزيوني انا بتعامل مع كاميرا وبتعامل مع ادوات فنيه، بدي اجيد الاستفادة من الكاميرا والنظر إلى الكاميرا والتعامل مع الكاميرا، وأخلي كمان أكسر، بالعكس كمان أكسر الرهبة للضيف إذا حد معي مشارك في العملية هذه. إذا بتلاحظوا أحيانا لما يجيبوا مقابلات سريعة مع بعض السياسيين في الميدان بتغلبوا إنه
لا اطلع علي، تضلكش تطلع على الكاميرا، اطلع علي انا، عشان هيك بقف ايش؟ بقف هان الكاميرامان او المصور بقف هان، والمذيع او المحاور بقف على الجنب، وبقول له انت تطلعش في وجه الكاميرا عشان ما تطلعش الصوره مباشره تماما، كانه بتطلع هو في المحاور في المذيع، لكن المصور بيكون مسلط الكاميرا عليه. في بعض الامور الفنيه والتصويريه هذه حنركز عليها فيما بعد ان شاء الله. تفضل. بالاخبار، الاخبار بخطبونا احنا، الاخبار بخطبنا احنا، وبتحسوا بالحركات كانه فعلا يعني بيحكوا معنا، تحدث معنا. وحكيت لكم قاعده من القواعد اللي حكيناها قبل محاضرتين، ان احنا نكتب في الاذاعه والتلفزيون، نكتب كمن يتكلم مش كمن يكتب. يعني النص مش جامد، النص حيوي، بنحكي. التعليقات اللي اجت على بعض البرامج ايش حكوا؟ ليش هذا البرنامج ناجح؟ في نوع من انواع الألفة، انا حسيت انه بخاطبني انا شخصيا، اقترب مني، نجح انه هو يقترب مني من شخصيتي. ليش؟ اللغة، طريقة النطق، المهارات الخاصة، الآلية العمل نفسها، كلها بتوحي انه المقصود بهذا العمل هو كل واحد فينا على انفراد. هذه طبعا مع العمل، مع التدريب، مع الممارسة بتصير ممكن تصلنا للمهارة هذه. لما بكون في جمهور داخل الاستوديو، نعم، برأيهم في موضوع معين، نعم، الحين لما بيختاروا شخص معين من الجمهور بكون يعني إيش هذا مخطط مسبقا ولا إيش؟ قد يكون، قد يكون يعني ما لهم من الحكي اللي بدهم يحكوا ولا هم بيحكوا يعني رأيهم. شوفي، في وراء الكواليس في حاجات كثير بتصير بصراحة، قد يكون أحيانا مرتبة بأقصى درجة، لكن دائما مهما ترتبي يجب أن تعدي لنفسك لمواقف غير مرتبة. بمعنى أنا عاملين حلقة عن موضوع الحد الأدنى للرسوم، تمام؟ والجمهور جايبينه طلاب وطالبات من الجامعة الإسلامية، جبنا 10 طلاب 10 طالبات داخل البرنامج، وفي عنا ضيف رئيس، لنفرض أنه مثلا رئيس الجامعة أو عميد شؤون الطلاب، على أساس أنه حكينا معهم يا جماعة إحنا بدنا نحاول أنه نبرز المعاناة اللي بنعيشها، الكذا، الأزمة، الحصار، التأثيرات على أوضاعنا، فرجاء أنه يعني كلام، مش بقول له بالضبط بالكلمة إيش يكون، لا، يعني أرجو أنه كلامكم يكون في هذا الإطار وما نخرج، لأنه بدنا نوجه رسالة للعالم وخلي العالم يقتنع فينا، تمام؟ تمام. قاعد الجمهور، بدينا ناخذ آراء، طلعت آراء مناقضة تماما للي حكيته. الآن أنا بدي أتصرف بشكل اعتيادي طبيعي جدا، هي أول شيء، مش أرتبك وأتوتر، لا، يجب أن أتصرف وأحاول أنه أمتص هذا الموقف وأحاول أنه أتغلب عليه بطريقة مهنية صحيحة، حتى لا من أحاول أنه يا إما إذا عندي إجابة بطلب من الضيف أنه يجيبه بشكل مباشر، من حقه أنه يسأل، أو إيش بعمل؟ انه بحاول الالتفاف على الموضوع، بحوله لموضوع ثاني وما الى ذلك. اذا كانت قناه مهنيه ما بيعنيها الامر هذا كله، اسالوا اللي بدكم اياه، بالعكس هي بتجيب جمهور في تناقضات، وهذا اللي بيعمل الجو الحقيقي اذا كانت مهنيه. لكن اذا كانت فئويه وحزبيه وبدها ترسموا رسم مرتب، تلاقي كلهم صوت واحد، هذا ليس له قيمه. اذا انا جبتكم كلكم تحكوا نفس النغمه ما بينفع، فعش الإنسان لا يطرب لنغمة واحدة، مظبوط؟ لما يسمع شيء لا يطرب لنغمة واحدة، لازم يكون في تونز، في تدرج، في ترددات في النغمات عشان أستطيع، ولازم يكون في رأي وفي رأي آخر، ولا يستقيم الرأي إلا بالرأي الآخر، ولا يظهر إعوجاج الرأي منهم إلا بظهور الرأي الآخر. أما قصة رأي واحد هذا إذا بعض الفضائيات بدها تتبناها هي حرة، لكن مين جمهورها حيكون؟ باي باي، ولا حد بتفرج عليها. هذه البرامج اللي معروفة ومرسومة ما حد بتفرج عليها. أعطيكم مثل آخر ينطبق على الكلام اللي بتسألوا زميلتكم في الدعاية الانتخابية. طبعا بعطيكم شغلات واقعية صارت، لأنه اشتغلت في كتير في تدريب الحملات الانتخابية أيام الانتخابات. إيش كان بيصير؟ في بعض المرشحين يستبق الأحداث حتى لا يحرج أمام الجمهور، بنسقوا بيطلبوا من أحد الحضور، بيكونوا مرتبين معه الأمر، انه هو يقف ويسال سؤال محرج حتى يجيب عليه. طبعا الاجابه بتكون جاهزه، مجهز حق اللي بده يجيب،
بكون مجهز حاله للإجابة. أنا مسيطر على الإجابة، أفضل ما واحد يقف ويحكي لي السؤال فعلا يربكني أو يظهر عوراتنا وما إلى ذلك. فهذا نوع من أنواع الترتيبات بتصير في أماكن مختلفة. الاتصالات، اتصل على معنا الآن على الخط فلان لفلاني، بدأ يحكي بكون مجهز، خرج عن النص بيبدأ عاد التشويش. إذا كانت مش مهنية، إذا كانت مهنية لا يعنيها شيء التشويش. ألو ألو هل تسمعني؟ يبدو أن الاتصال انقطع، سنعود إليه. لا يعود، في الغالب لا يعود. هذه أشياء مرتبة، أشياء مرتبة بتم بيقطع عليه، أو يبدأ الصوت في الخفوت تدريجيا، بتلاشى الصوت، بروح الصوت، بضل الصورة. نحن أنت تسمعنا ويبدو أننا لا نسمعك، يمكن هذاك يكون قاعد بكم، وفي صارت برامج زي هيك، الشخص الآخر بيصرخ وبيغوش وبيقاتل وهذاك ما مسكر على الصوت. طبعا هذه غير أخلاقية، مش إنه بس غير مهنية، غير أخلاقية، لأنه أنا ارتضيت لنفسي أجيب ضيف بدي أقبله كما هو، مش أنا بدي أصنعه زي ما هو، زي ما بدي أنا. فهذه شغلات بتصير وراء الكواليس في الإذاعة والتلفزيون. بالضبط، هجوم. نعم، عشان هيك الموجات المفتوحة تحديدا ما بنفعلها أي واحد، ما بنفعلها، بدها واحد يكون عنده رحابة صدر. المذيع تبع الجزيرة، المشهد المشهور اللي في خلال اقتحام مسجد، نسيت ايش اسمه، مسجد الفتح اعتقد، مسجد الفتح، طبعا كان عنده نفس طويل في الست اللي اتصلت فيه كشاهدة عيان، وتواصل معها تواصل معها وظل يمشي معها ظل يمشي معها، لما في الاخر كشف انه هي بتخدعه، فكشف خداعها. طبعا ما غلط عليها ولا شيء، شكرا، يبدو انك في غير المكان اللي انت بتحكي عنه، بس يعني انت كذابه بين قوسين وبس، سكر الخط. وضح انه هذا هي كل كلامها مفتعل او حد بزودها في المعلومات. بده يكون ذكي، بده يكون عنده سعه صدر، بده يكون عنده قدره واسعه على انه يمتص اي صدمه من الصدمات، ما ينرفز، ما يعصب، ما يعمل ولا شيء، يستطيع انه يتعامل مع الجمهور. في امبارح شفت فيديو مضحك جدا بدي احط لكم اياه، لكن فعلا بيظهر قدره المراسل على انه يعمل تحت الضغوط. في الهند في فيضان، فالمذيع بده يقدم الستاند الاخير تبع التقرير. كيف عمل كيف بتتوقعوا قدم؟ لا، خلى واحد يحمله وطلع على ظهره وقدم الستاند وهو حامله على ظهره. موقف، يعني بمعنى انه المراسل دائما لازم تكون عنده قدرة عالية على إدارة الأزمات والتعامل مع الأوضاع المختلفة. كيف أنا أعمل؟ طب فيش مكان مية، طبعا مش قادر ينصب هو يقف يؤدي الرسالة، فهو يعني لجأ إلى وسيلة أخرى. هذا المخطط المبدئي. الخطوة التالية بعدي مباشرة هي خطوة الجدول التفصيلي. الوقت لم يتسنى إلنا إنه إحنا نسمع البرنامج، فبنأجلها للمرة القادمة. إسراء، ما أنت إجيت متأخرة، المرة القادمة حنسمع البرنامج، وبدي أطلب من إحدى الطالبات إنه تسمع برنامج كامل غير رياضي، الرياضي إسراء حتنفذه وأنا حسمعكم برنامج، لكن برنا برنامج وتعطونا الخطة التفصيلية. هذه الخطة تشاهد البرنامج جزء جزء، وكل ما تشاهد جزء بتكتب. بدأ بإشارة بدء البرنامج طبعا، كله المدة الزمنية 5 ثواني 10 ثواني. طيب دخل المذيع زي البدء بالترحيب، فاصل موسيقي، البدء ايش موجود، انا مش بدي افترض ايش موجود في البرنامج، تكتبي لي اياه بالكامل. تمام، هذا حيوضح لي بشكل كبير كيف البرنامج بتركب، الهيكلية الاستراكشر تبع البرنامج. جميل لو كان عندي 5 مشاركات، فيش مشكلة، ابعتوا لي اياهم بملف وورد ان شاء الله. خلي بس نخلص، حسجل الاسماء عشان بس نستفيد من الوقت. بضل عندي الشغلة الأخيرة، الأخوات اللي كان مطلوب منهم، اللي كان مطلوب منهم البرنامج التدريب تبع مونتي كارلو، حطيت لكم ايضا شكل سريع ما مريناش عليه. هذا اذا بتشوفوه ايضا جميل، بفرجيكم كيف
طفينا احنا السلايدات. للجزيرة يمكن اطلعتوا عليه كيف بيتم قبول البرنامج في الجزيرة الأطفال. هاي التدريب اللي هي سماح. وين سماح؟ أنا عارف أنا طفيت. سماح وأريج وفاتن أعتقد معظمكم أجاب على الإجابات المطلوبة داخل سياق اللي هو الصفحة. أتمنى أنكم تطلعوا على الإجابات وأنا حطلع عليهم، وإذا أي واحدة في عندها تعقيب، في عندها استفسار أيضا تكتبوا على الصفحة على أساس يصير في نوع من أنواع النقاش. حتجدوا أنه في فائدة كبيرة وفي متعة كبيرة إذا إحنا تواصلنا بهذه الآلية واستفدنا من الصفحة بطريقة أكثر مهنية. هيك بنكون انتهينا من المرحلة الأولى اليوم، وهي التخطيط. لعند وصلنا لعند التخطيط لإعداد البرامج. قلنا في أكثر من شكل من أشكال التخطيط. محاضرتنا القادمة إن شاء الله حتكون تركز، نبدأ التركيز على جزء أهم يتعلق بالمهارات، وهو التقديم والإلقاء. وما أدراكم ما التقديم والإلقاء، لأنه هو محور العملية كلها. فإن شاء الله نبدأ نستعد لهذا الموضوع، وشكرا لكم.